بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا شباب هنكمل الانتي بايوتكس اللي شغاله، سلسله الانتي بايوتك اللي شغاله على البروتين سينسز. اتكلمنا عن الامينو جلايكوزايد فيديو قبل كده، الفيديو اللي بعده كان الماكرولايدز. العيله اللي بعد الماكرولايد عيله صغيره قوي، وهي مرتبطه وفي اوجه شبه بينها وبين الماكرولايد، عيله اسمها لينكوزامايدز. هنتكلم عنها ان شاء الله. هو دواء صغير خالص اسمه كليندامايسين، مش هنطول فيه، هنقول بس الحاجات الاساسيه او اللي ممكن يجي لك فيها اسئله. لكن قبل ما ندخل بقى في موضوع النهارده، حابب ان انا اعمل فيدباك صغير على الفيديو بتاع اللي فات اللي هو بتاع الماكرولايدز، لان للاسف يا شباب الوقت ما بيبقاش كافي. يعني احنا صعب ان احنا نشرح مثلا انتي بايوتيك عيله كبيره زي الماكرولايدز بالتفصيل كلها، نغطيها كلها في مثلا في 50 دقيقه. وانا طبعا ببقى مشفق عليكم من ان الفيديو يطول، لان انت هتزهق وانت يعني، فبحاول ان انا الخص الكلام المهم جدا في يعني في اقل زمن ممكن. فطبعا في احيانا حاجات بتبقى ما اتغطتش كويس، او بنلاحظها في سؤال مثلا، بنلاقي احد الزملاء يسالنا سؤال في الفيديو فبيلفت نظرنا لان في جزئيه ما اتغطتش كويس، والطلبه ممكن يحصل لهم كونفيوجن. فاحنا دورنا بقى ان احنا نعمل فيدباك على كل مثلا مره كده، ان شاء الله نعمل فيدباك على اللي فات لو في حاجه مهمه نلحقها يعني نشرحها نفسرها. وهنحاول نعمل بقى فيديوهات في الفتره اللي جايه تبقى فيديوهات مجمعه، يعني كل فتره كده اجمع لك الفيديوهات اللي في الفتره اللي فاتت، ونجمع لك بقى الحاجات مثلا اللي اتقالت فيها، ايه مثلا الادويه اللي شغال على البروتين سينسز، ايه هي الادويه اللي شغال على ال 50 اس ريبوزومال سب يونت، ايه هي اللي على 30 اس، مين هم بتوع السيل وول، طب الاسئله المهمه، طب الحاجات اللي وهكذا. ممكن نعمل ده بشكل دوري كده كل فتره، وممكن نبقى نعمل مره كده سيتنج ليف ستريمنج معاكم اذا قدرنا، اذا قدرت يعني ان انا اقدر اعمل الحكايه دي، ان انا ابقى معاكم ليف يعني كده على اليوتيوب. هنفكر فيها يعني، هنفكر ونعملها ان شاء الله ونرتب لها، بحيث ان انا اجاوبكم على كل الاسئله بتاعه يعني اللي يشوف حاجه يكتبها، وبعدين نبقى نجاوب ان شاء الله عشان يبقى الفايده عامه. عموما الحاجه اللي انا عايز ارجع لها في الفيديو بتاع الماكرولايدز، معلومه صغيره احد الناس سالني فيها، بيقول لي يا دكتور انت قلت حاجتين عكس بعض في موضوع الماكرولايد، ايه هما الحاجتين عكس بعض؟ جيت قلت لنا في اليوزز اوف ماكرولايد، ما تنسوش ان احنا بندي كلاريفرومايسين. الكلاريفرومايسين ده مميز جدا على الهيليكوباكتر بايلوري، تمام كده؟ تمام. ايه بقى وجه المشكله؟ قال لي ما هو الهيليكوباكتر بايلوري يا دكتور احنا بندي لها ثلاث ادويه، احنا مش بندي كلاريفرومايسين بس، احنا بندي امبيسيلين. ارجع كده للهيليكوباكتر بايلوري في الشابتر بتاع الجي اي تي اللي هو البيبتيك انسر، كنا بندي للهيليكوباكتر بايلوري امبيسيلين مع كلاريفرومايسين لو انت فاكر، مع بروتون بامب انهبيتور. يا اخي سيبك من بروتون بامب انهبيتور، سيبك دلوقتي، بندي امبيسيلين مع كلاريفرومايسين صح، ولمده 10 ايام، تمام كده. قال لي هنا بقى مفارقه وفي غلط، في هنا في حاجه، ايه بقى الغلط؟ ايه وجه المشكله؟ بيقول لي ما انت جيت في اخر الفيديو تقول لنا انه احنا ممنوع ان احنا ندي بكتيريو ستاتيك دراج، ممنوع ندي مثلا ماكرولايت على اعتبار انها بكتيريو ستاتيك، ممنوع نديها مع بكتيري سايدل زي البنسلين، لان احنا عندنا قاعده بتقول سايدل مع ستاتيك ما ينفعش. ليه؟ لان بيحصل انتاجونيزم بينهم. الكلام ده كان مشروح بالتفصيل في الفيديو بتاع الانترودكشن، ان احنا ما نديش ابدا بكتيري سايدل مع بكتيريو ستاتيك الا اذا كان في جاستيفيكيشن، يعني في تفسير علمي وفي اكسبشن. فهو بيقول او الزميل اللي سال بيقول لي يا دكتور ما انت عملت الحكايه دي، انت كده قلت لنا ممنوع تدي ماكرولايد مع بنسلين، في حين ان احنا بندي ماكرولايد مع بنسلين في علاج الايه؟ الهيليكوباكتر بايلوري. فكان دي هنا مفارقه او في حاجه يعني مش مظبوطه. الاجابه بقى كالاتي، التفسير كالاتي، كويس؟ نفصل بقى الكلام ده وايه ونلحقه بالفيديو اللي فات. نمره واحد يا شباب، اللي عايزك تعرفه ان احنا لما بنقول قاعده بتبقى القاعده دي معممه على مئات البكتيريا. انما يطلع من مئات البكتيريا دي نوع ولا اتنين نكسر القاعده عشانه. ولما نكسر القاعده عشانه بيكون في سبب علمي ورا كسر القاعده، مش كده وخلاص، يعني مش نكسر القاعده وتيجي تسالنا ولا هو كده، لا مش هو كده، لازم يكون في سبب ورا الموضوع. فمثلا موضوع الهيليكوباكتر بايلوري لما بنديها بنسلين اللي هو امبيسيلين مع كلاريفرومايسين، كده احنا كسرنا القاعده بتاعه ستاتيك مع سايتر. ايوه ده سايتر وده ستاتيك، كسرنا. ليه بقى كسرنا القاعده هنا؟ ومش على فكره، ومش بس ده هو المثال الوحيد، عندنا امثله تانية كتير ان شاء الله وانت ماشي كده
هتلاقينا كتير قوي احيانا، او يعني بلاش كتير، احيانا بنكسر قاعده صيدل مع استاتيك لظروف معينه وبيبقى وراها سبب معين. ايه السبب هنا بقى يا سيدي؟ نقول واحد، ارجع كده لعلاج الهيليكوباكتر بايلوري في الايه، في مكانها في الجي اي تي، في البيبتيك ألسر. احنا كنا بندي امبسيلين كويس، وكنا بندي كلاريثرومايسين، بس الكلاريثرومايسين ده هل احنا اديناه سنجل دوز بردي ولا اديناه صباحا ومساء؟ ارجع كده كان هيقول لك بندي 500 مللي جرام، القرص فيه 500 مللي جرام، بنديه توايس بردي، تمام كده. طب ارجع بقى للفيديو بتاع الماكرولايد. هو الماكرولايد انا قلت لك بشكل عام احنا لما بندي ماكرولايد بنديها مرتين في اليوم ولا سنجل دوز بردي؟ قلت لك بنديها سنجل دوز بردي، يعني حتى الكلاريثرومايسين مثلا لو انا بستخدمه بشكل عام كده انا بدي قرص 500 مللي جرام وانس بردي، مره واحده يوميا، ده كده بشكل عام. انما في الهيليكوباكتر هنا احنا اديناه مرتين في اليوم. طيب عايز تقول يا دكتور؟ عايز اقول لك ان الدوز دي بقى كده لو انت شاطر هتعرف ان احنا خرجنا من كونها بكتيريوستاتيك تحولت الى بكتيري صيدل. هو احنا مش قايلين قاعده تانية؟ هو انت ليه ماشي يعني بتمسك حاجه وتسيب حاجه؟ هو احنا مش قلنا لك ان في قاعده بتقول الدواء لو اتاخد اللي هو البكتيريوستاتيك لو بهاي كونسنتريشن هيتحول الى بكتيري صيدل؟ طب في هذه الحاله بقى الكلاريثرومايسين بالدوز دي 500 مللي جرام توايس بير دي، انا بدي دبل ذا دوز، الدوز العاليه دي بقى كده تحول الكلاريثرومايسين الى انه يبقى صيدل. اذا انا بديه في الهيليكوباكتر بايلوري هو مش استاتيك، هو صيدل، فانا ما كسرتش القاعده ولا حاجه، احنا ماشيين صح، هو كده صيدل مع صيدل ماشي تمام. هذا اول سبب. في سبب تاني بقى كمان علمي قوي، هو يعني جايز سبب بيكون ادفانسد شويه عمر ما حد هيتطرق اليه، لكن انا هقوله لك برضه يعني من ضمن الاسباب. الهيليكوباكتر بايلوري يا شباب طبعا فلاجيليتد بكتيريا مميزه جدا بانها هايلي ريزيستنت. ليه الريزيستنس جايه منين؟ جايه من انها بتطور انظمه دفاعيه فريده من نوعها خاصه بها هي. يعني مثلا معظم البكتيريا بتيجي على الريبوزوم كده وتيجي على 50 اس ريبوزوم السبيونت او ال 30 اس تعمل لهم نوع من الايه، من الميثايليشن، نوع من الموديفيكيشن، فتلاقي الانتي بيوتيك مع الوقت ما عادش قادر يلزق كويس، مش قادر يربط في المكان كويس، ده غالبيه البكتيريا بتعمل كده. الهيليكوباكتر بتعمل كده، لكن بتعمل نظام تاني بقى اكثر فعاليه، وهو ده اللي بيخليها ريزيستنت لمعظم الانتي بيوتيك. ايه بقى؟ تيجي على السيل وول، ده السيل وول بتاعها، تيجي على السيل وول كده وتطور فيه انواع من التشانلز، قنوات، ابواب كده، بوابات. البوابات دي العلماء بيسموها افلكس تشانل، افلكس شانلز او بامب، خلي كلمه بامب افضل. افلكس بامب، يعني ايه افلكس بامب؟ افلكس يعني طارده، يعني البكتيريا بتلاقي ان المضاد الحيوي داخل جواها كده باي كونسنتريشن على غفله كده، تقوم مطوره النظام الدفاعي ده في السيل وول بحيث ان البامب دي تاخد الدواء تطرده لبره. كتير من البكتيريا بتعمل الميكانيزم ده يا شباب في الريزيستنس، بالاضافه لموضوع الموديفيكيشن بتاع الريبوزوم، لا ده في كمان نظام تاني في السيل وول اللي هي الافلكس بامب دي. الهيليكوباكتر مميزه بالافلكس بامب دي، كويس؟ عايز تقول ايه يا دكتور؟ عايز اقول لك ان احنا لما بندي امبسيلين بقى في الحاله دي مع الكلاريثرومايسين، الامبسيلين شغال على سيل وول بنسلم، هيروح يعمل ديسربشن للسيل وول ويعمل ديسربشن للتشانلز دي اللي هي الافلكس بامب دي، هذا النظام الدفاعي اللي البكتيريا بتعتمد عليه، انت بتعمل له تدمير بالايه؟ بالبنسلين. فكان البنسلين بيدمر السيل وول وبيدمر الافلكس بامب تحديدا اللي البكتيريا بتقاوم بيها الكلاريثرومايسين. كده الكلاريثرومايسين هيدخل البكتيريا ومش هيلاقي البامب اللي بتطرده بهاي كونسنتريشن بالدوز العاليه اللي انا بديها اللي هي مرتين صباحا ومساء، اللي هي ما عادتش ستاتيك بقت كده صيدل، البكتيريا دي هتموت في خلال 10 ايام. وهذا الريجيمن ناجح جدا في علاج الهيليكوباكتر بايلوري. اديني جاوبت السؤال. ان شاء الله برضو اما نجمع اسئله زي كده نبقى زي ما قلت لك نعمل لها فيديوهات خاصه، نبقى نجمعها مره واحده وتبقى مفيده بالنسبه لنا، يعني عشان برضو احنا بنفكر بعضنا. انا كده خلصت الجزء اللي انا عايز كنت الحقه بالفيديو اللي فات او تعقيبا على الفيديو بتاع الماكرولايتس. تعالى بقى ادخل في الفيديو بتاع النهارده اللي انا لسه ما اتكلمتش فيه خالص، اللي هو العيله بتاعت اللينكوزامايتس، ولحسن الحظ عيله شيك جدا وصغيره خالص. عيله اسمها لينكوزامايتس، مين هم افراد العيله الاول نتعرف عليهم؟ لينكومايسين وكليندامايسين. اللينكومايسين ده طلع في 1964، كويس؟ بعدها بسنتين بالظبط سنه 1966
طلعوا الكليندامايسين. ليه بقى؟ لان لما اولا هو طبعا نيتشر يعني اللينكومايسين ده او العيله اللينكوزامايد زيها زي معظم الانتيبيوتكس طلع من بكتيريا معينه ينتهي اسمها بالمقطع مايسز، وزي ما انت عارف طالما انتهى المقطع مايسز يبقى الدواء يتسمى مايسين. فاللينكوزامايد طلع من نيتشرال سورس اللي هو اللينكومايسين ده، لما طلعوا اللينكومايسين وجم يستخدموه لقوه فيري توكسيك، ومش بس توكسيك وخايل، الفعاليه بتاعته على البكتيريا قليله قوي. بدل ما يرموه قالوا نستفيد منه، نحاول نعمل موديفيكيشن لعل ممكن يطلع منه حاجه مفيده. ايه بقى الموديفيكيشن اللي عملوه؟ جربوا يضيفوا له ذره كلور، كلورايد، كويس، حطوا له ذره كلور، الكلور اللي انت عارفه. لما اضافوا اتوم كلورايد اتوم للموليكيول بتاع اللينكومايسين تحول الى مركب ما هوش توكسيك، والفعاليه بتاعته بقت اقوى. فقالوا الله، طب ما كده يبقى كويس، كسبنا. هنسميه ايه بقى؟ سموه كرامه للكلور، كرامه للكلور اللي هو عمل الايه الموديفيكيشن الهايل ده، بداوا بيه اسم الدواء، يبقى اسمه كليندامايسين. كليندا بادئ بسي ال اللي هو الكلور، يعني عايز يلفت نظرك ما سموهوش لينكو بقى حاجه، لا سماه حاجه ثانيه كليندامايسين، عشان يقول لك ان انا حاطط كلور والكلور هو اللي عمل لي الموديفيكيشن الرهيب الحلو ده. طيب بناء على كده ايه بقى مصير اخوه الاولاني القديم اللينكومايسين اللي هو البروتوتايب؟ لاول مره بقى هستاذنك ان احنا نشطب عليه وما نجيبش سيرته خالص، لان لم يعد يستخدم الوقت كتير لانه التوكسيستي بتاعته عاليه وخايب جدا. اخوه الثاني افضل منه وليس توكسيك. يبقى لما اقول لك عيله اسمها لينكوزامايد ممكن تنسى العيله دي، يعني تنسى الاسم ده، انما تبقى عارف ان انا قاصد اكلمك على دواء اسمه كليندامايسين. في بقى ناس من الكتير من الكتب ومن الاساتذه يحبوا يربطوا ما بين العيله دي وعيله الماكرولايتس، يحبوا يربطوا من ناحيه ايه؟ يحبوا يلحقوها بالماكرولايت، يبالغوا يقولوا ده عيله اللينكوزامايد، هي مش عيله خاصه قائمه بذاتها، لا ده هي فرع من فروع الماكرولايت وهي شبه الماكروليت في حاجات كتير. الكلام ده يا جماعه مش صحيح ومردود عليه. عيله اللينكوزامايد ايوه في اوجه شبه بينها وبين عيله الماكرولايد اللي فاتت، انما ما هي اوجه الشبه في عندنا اوجه ثانيه خلاف كتير جدا، واوجه الخلاف دي بقى اللي بناء عليها الممتحن هيسألك فيها، لأن هو عارف كويس خصائص الماكرولايت وعارف اللينكوزامايد، فهيصطادك يقول لك إيه الفرق ما بين فلان وفلان، فلازم نشرحها لوحدها كده وتركز عليه. وبرضه هلفت نظرك وأقول لك إن الترتيب اللي إحنا ماشيين بيه ترتيب مهم. يعني اللي إحنا ماشيين بترتيب كده معين، أنا عايزك تذاكر بنفس الترتيب اللي إحنا ماشيين بيه. لأن إحنا بدأنا بالأمينوغلايكوزايد، وبعدين الماكرولايت، وبعدين اللينكوزامايد، وبعدين حاجات تانية كده، الترتيب ده هيساعدك كتير في إنك تفهم الأنتيبيوتيك، لأن كل أنتيبيوتيك بنشرحه في معلومه بتبقى مهمه للي بعده، فما يعرفش تيجي تذاكر من النص كده، لا امشي بالترتيب ده هيساعدك كتير قوي. طيب واحنا ماشيين بقى دلوقتي يا شباب بنشرح الايه الكليندامايسين، عايزك وانا ماشي كده من غير ما الفت نظرك، انت بقى ايه واد معلم هيبقى قدامك ورقه وقلم، اوجه الشبه اللي بين الكليندامايسين وعيله الماكروليت حطها على جنب، واوجه الخلاف حطها على جنب، عشان لما تيجي مقارنه تعرف وتبقى عارف راسك من رجلك، عشان لما حد يقول لك ده العيله دي تبع الماكروليت تقول له لا مش تبع الماكروليت، دي عيله منفصله تماما ومختلفه. خلاص كده؟ دي كانت مقدمه سريعه كده، ندخل بقى في الكيمياء بسرعه كده، يعني اوريك حاجه في الكيمياء هتفسر لنا بعض الحاجات وتسهل علينا بعض الحاجات. بص كده على الصوره اللي انا جايبها لك دي، انا راسم لك او جايب لك الاستراكشر على الشمال بتاع الاريثرومايسين. الاريثرومايسين ده كان البروتوتايب بتاع العيله بتاعت الماكروليت. وبفكرك تاني بقول لك ادي الاريثرومايسين وادي الماكرولاكتون رينج اللي بالاحمر دي اللي هي عطياله مولكولار ويت تقيل، المولكولار ويت بتاع الاريثرومايسين كان 734 وبناء على المولكولار ويت ده كان الاريثرومايسين وعيله الماكروليت. افتكر كده ان انا قلت لك انها كانت الابزوربشن بتاعها بور وكان الفود بيأثر عليها، فاكر؟ بص بقى بالمقارنه كده للكليندامايسين اللي على اليمين. اولا الكليندامايسين ما تنساش ذره الكلور اللي بالاصفر اللي فوق دي اهو، ده اللي عطت له شخصيته. بص بقى كمان على الاستراكشر، مختلف جذريا يعني راديكالي مختلف عن الاريثرومايسين، في خلاف ما هم خالص. الخلاف ده بقى ما تقدرش تقول ان العيله دي هي تابعه للعيله دي خالص، ده حاجه ودي حاجه. التاني حاجه ملاحظه، تبص على المولكيولار ويت بتاع الكليندامايسين هتلاقيه 425. 425 ده يبقى اقل من 500. وانا مدي لك قاعده وقلت لك ان كل ما يكون الدواء المولكيولار بتاعه اقل من 500 بيبقى الاورال ابزوربشن بتاعه كومبليت ويبقى كويس. يبقى ده بقى هيبقى وجه احد اوجه المقارنه. الماكروليت المولكيولار بتاعها عالي والامتصاص بتاعها قليل.
انما هنا في الكليندامايسين لما اجي اشرح لك الوقت اقول لك ان الابزوربشن بتاعه كومبليت لان الموليكولار ويت بتاعه اقل من 500. كويس، نرجع بقى تاني كده للعناوين بقى اللي احنا متعودين عليها اللي هي فارماكو كاينيتكس وكاينيتكس. انا اعني اربع عناوين انت حافظهم: ابزوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكريشن اللي هي كلمه دم. كويس، ابزوربشن الكليندامايسين بعد المقدمه اللي انا قلتها لك والصوره اللي وريتها لك، ايه رايك في الاورال ابزوربشن؟ الاورال ابزوربشن از كومبليت، كومبليت يعني 100% بالمقارنه بالماكروليد اللي كانت بور ابزوربشن. الفود ما ياثرش على الكليندامايسين، والله تقدر تبلع القرص ورا الاكل على طول، بعكس الماكروليد اللي كان الفود بيأثر على الاكل. عشان كده عملنا حاجات جديده محاوله عشان نتفادى الحكايه دي. ادي اول عنوان واول ملاحظه. تيجي للديستريبيوشن هكلمك على اربع نقط تحطهم حلقه في ودنك وما تنساهمش، واللي معانا معانا واللي مش معانا مش معانا، يعني اللي مع الماكروليد واللي مش مع الماكروليد. اول حاجه بلاد برين بارير، هل الكليندامايسين بيعدي بلاد برين بارير؟ الاجابه بيعدي قليل، يعني ما هوش بالكميات الكبيره، يعني الكروسنج للبلاد برين بارير ليتل. طب هل هو ليتل زي الماكروليد؟ الماكروليد كانت بتعدي البلاد برين بارير من 2 الى 5%، يعني كونسنتريشن قليل جدا. وقالوا يومها ان الكميه اللي بتعدي غير كافيه لانها تعالج سي ان اس انفكشن، عشان كده ما قدرناش نعالج بيها اي حاجه في البرين. هنا بقى بالكليندامايسين بالمقارنه بيعدي البرين بكميات قليله، لكن الكميات اللي دي اكتر شويه من حكايه الماكروليد. طيب اكتر شويه، هل اكتر شويه دي قادره على انها تعالج سي ان اس انفكشن؟ يعني هل الشويه الصغيرين اللي بيعدوا من الكليندامايسين بيعدوا بلاد برين بارير قادرين ان هم يعالجوني لو انا عندي حاجه في البرين؟ الاجابه يس. يبقى ده فرق تاني بينها وبين الماكروليد. الماكروليد بتعدي قليل وغير قادره على العلاج. الكليندامايسين بيعدي قليل ايوه، لكنه قادر شويه دول قادرين على انهم يعالجوا لك سي ان اس انفكشن. طيب البودي فلويدز، هل الكليندامايسين بوصل للبودي فلويدز كلها بكفاءه؟ الاجابه يس. بوصل للبروستاتيك فلويد، بوصل للبلورال فلويد، بوصل للكافيتيز، بوصل لكل حته في جسمك، فما فيش مشكله. وعلى فكره الماكروليد كانت كده برضه يعني. نمرة الثلاثة بقى المميزة، النقطة المميزة انه بيحب جدا يروح يتركز في البون والجوينتس. كويس، ودي من الحاجات الحاجات الغريبه اللي بتلاقيها في الانتي بايوتكس او في الادويه عموما، انك تلاقي دواء حابب يروح للبون. دي حاجه تبقى مميزه، ان انت تحط تحتها 100 خط. ليه بقى 100 خط؟ لان دايما البون الفاسكولاريتي اللي بتاعه البون بتبقى قليله، البلاد سبلاي للبون قليل يا شباب، ولما بيحصل انفكشن في البون بنغلب، لان مفيش ادويه كتير هتروح ناحيه البون عشان الدم اللي واصل قليل. البون بنعتبره حاجه ايزوليتد، يعني حاجه كده يعني مش سهل ان دواء يروح لها. فلما تسمع ان الكليندامايسين هذا الدواء الايه الاليجانت بيحب يروح للبون، اضرب له بقى تعظيم سلام وخد بيه كده في جيبك عشان نقولها في اليوزز بعد شويه، ان احنا هنعالج بيه بون انفكشن. وتبقى دي نقطه خلاف بينه وبين الماكروليد. عمرنا ما قلنا ان الماكروليد كانت بتروح للبون. انا قلت لك ان الماكروليد بتروح تتركز جوه الماكروفيج، والماكروفيج تاخدها للسايت اوف انفكشن حيثما يكون بقى اللنج الليفر مش عارف، بتشيلها زي التاكسي كده. انما الدواء هنا نفسه بيحب هو نفسه يروح للبون وللجوينتس. نمره الحاجه الرابعه البلاسينتا. لو انا بتكلم على البلاسينتا الترانسفير والبريجنانسي، هل الكليندامايسين بيعدي بلاسينتا؟ الاجابه بيعدي، انما ما هوش تراتوجينيك، ما تخافش، زيه زي الماكروليد كده بالظبط، يعني القاعده دي ماشيه مع الماكروليد. الاثنين بيعدوا البلاسينتا، ولحسن الحظ ان الاثنين they are not teratogenic، تقدر تديهم لواحده بريجنت، وحتى لو هي بترضع الطفل بتاعها يعني لاكتيتنج وومن مفيش مشكله خالص، مفيش اي مشكله مع الايه مع الكليندامايسين. يبقى دول الاربع نقط اللي ممكن اي ممتحن لو هو متخصص في الكيموثيرابي وبيمتحنك او بيعمل لك ايه يعني كده بيناقشك ممكن يعني ايه يكلمك فيهم. خلاص ندخل بقى على الميتابوليزم. الميتابوليزم ما عندناش فيه ملاحظه برضو. الميتابوليزم بتاع الكليندامايسين غالبا في الليفر، معظمه في الليفر، والاكسكريشن بتاعه غالبا في البايل، يعني بيخرج اكتر عن طريق البايل مش عن طريق اليورين، فما نقدرش نعالج بيه يورينري تراكت انفكشن، ما نقدرش. زي نفس القاعده بتاعت الماكروليد، يعني ده وجه شبه بينه وبين الماكروليد، بينزل برضو اكتر بنسبه حوالي 85 الى 90% في البايل، والنسبه اللي بتنزل في اليورين بتبقى فيري ليتل، وما تقدرش تعالج بيه يورينري تراكت انفكشن.
ده ما يخص الفارماكوكايناتكس. ندخل بقى على الفارماكوديناميك اللي هي الميكانيزم اوف اكشن، ونقول برضو الملاحظات اللي احنا عايزين نقولها فيه. الميكانيزم بتاع الكليندامايسين هو شغال يا شباب على البكتيريا. هذا الريبوزوم، الريبوزوم قطعتين 30 اس زي ما انت عارف و50 اس، كويس. هو بيمسك زي الماكروليت بالظبط في ال50 اس ريبوزومر سب يونت بربطه ريفرسبل زي الماكروليت مش زي الماكروليت بقى كمان، ده انا هقول لك ما هو اكتر، ده بيربط في ال50 اس تقريبا في نفس المكان بتاع الماكروليت، يعني بيربط بنفس الرابطه ونفس المكان بالظبط على ال 50 اس اللي هي ريبوزوم الصبيات. ده معناه انه يعمل كومبيتيشن مع الماكروليت، يعني تبقى جريمه كبرى انك تدي ماكروليت مع كليندامايسين. ليه؟ لان الاثنين بيربطوا في نفس المكان ونفس الحكايه بالظبط. ده مش بس كده، ده البكتيريا لو خدت ريزيستنس من الماكروليت غالبا هتبقى ريزيستنت للكليندامايسين رغم انهم عيلتين مختلفين. ليه؟ عشان نفس السبب ده، لان الاثنين بيربطوا في نفس المكان على ال50 اس ريبوزومال سب يونت. فلما تيجي مثلا تعالج انفكشن انت مثلا بماكروليت ومع الوقت كده تلاقي الدواء مش جاي النتيجه، فانت بقى اسد واقف في المستشفى يا فرحتي بيك، تقوم تقول لي تدي تعليمات تقول لهم ايه يا اخواننا غيروا الماكروليت نجرب كليندامايسين كده، انت بقى ايه فضحت نفسك، عملت لنا احراج على الفاضي بقى، لان الكليندامايسين مش هيجيب نتيجه برضه لانه شغال بنفس الميكانيزم بنفس الميكانيزم، ده بربط في نفس المكان بتاع الايه بتاع اللي هو بتاع الماكروليت. والبكتيريا اذا عملت موديفيكيشن للمكان ده، عملت له ميثايليشن وحورته وغيرته، اصبح لا الماكروليت هتمسك ولا الكليندامايسين هيمسك، كويس. نيجي بقى للسبكترا. انا قلت لك لما تيجي تتكلم على الميكانيزم اوف اكشن اتكلمنا على الميكانيزم وعلى الميكانيزم اوف ريزيستنس حصلت ازاي، وكلمنا كمان على السبكترا انهي بكتيريا اللي بتيجي بالايه بالكليندامايسين. السبكترا بقى عايزك تحط تحته المره دي تجيب كده ورقه وتحط تحته مليون خط لانه مميز قوي. نمره واحد، الكليندامايسين بيجيب الجرام بوزيتيف ايروبيك بكتيريا. جرام بوزيتيف ايروبيك زي مين؟ زي الاستافيلوكوكاي وزي الاستريبتوكوكاي والنيوموكوكاي، كل دي حاجات وغيرهم جرام بوزيتيف ايروبيك. هنا ده وجه شبه بينه وبين الماكرولايد، لان الماكرولايد انا قلت لك المره اللي فاتت انها مينلي على الجرام بوزيتيف ايروبيك بكتيريا، هو هنا برضو بيجيب الجرام بوزيتيف زيها بالظبط زي عيله الماكروليد، يعني السبيكترم ده متطابق مع الماكروليد. اتنين بقى دي مختلفه، بيجيب يا شباب الجرام نيجاتيف ان ايرو، ما تخلطش جرام بوزيتيف ايرو وجرام نيجاتيف ان ايرو. لو انت شاطر في المايكروبيولوجي، احنا كنا البكتيريا لها تقسيمات كتير جدا، انما من ضمن التقسيمات اللي هي بسرعه كده بنقولها، البكتيريا ممكن تقسمها الى ايروبيك بسرعه كده، حاجات بتعيش في الاكسجين تحب الاكسجين، وحاجات ان ايروبيك، كويس. ده تقسيمها بسرعه على السريع، يعني الان ايروبيك بكتيريا ما بتستخدمش الاكسجين، لها نظام تاني خالص في الميتابوليزم بتاعها. كل نوع انواع من دي لما تيجي تصبغ بصبغه الجرام هيطلع منها جرام بوزيتيف وانواعها جرام نيجاتيف، ودي برضو بيطلع منها جرام بوزيتيف وجرامها وجرام نيجاتيف، كويس. دي تقسيمه، انما في تقسيمه ثانيه على حسب شكل البكتيريا هي كوكاي ولا باسيلاي، وفي تقسيمه ثانيه على حسب الميتابوليزم، يعني في تقسيمات كتير، لكن دي تقسيمه سريعه كده ايروب وانيروب، وكل واحده من دي تحتها مجموعات جرام بوزيتيف ومجموعات جرام نيجاتيف. طيب الكليندامايسين لما بيجي يجيب بيجيب مين؟ بيجيب الجرام بوزيتيف ايروبيك، بيجيب دي بيجيب النص ده، كويس. ولما بيجيب الانيروب بيجيب انهي نص؟ بيجيب النص الجرام نيجاتيف، بيجيب النص ده. هذا السبيكترم بتاع الكليندامايسين، ما بيجيبش بقى الحاجات الباقيه دي، ما بيجيبش الايروبيك جرام نيجاتيف اطلاقا، ولا يجيب الانيروبيك جرام بوزيتيف اطلاقا. عشان ما تتلخبطش يبقى ارسم الرسمه دي كده قدامك دايما باستمرار وبص عليها. ده الكليندامايسين، تاخد بالك من السبيكترم ده، لان هو لما بيجيب الانيروبيك بكتيريا الجرام نيجاتيف، الموضوع ده مميز جدا، لان احنا مش كتير عندنا في الانتيبيوتيك حاجات بتجيب الانيروبيك بكتيريا. يعني لما يكون الانتيبيوتيك بيجيب الانيروبيك بكتيريا بنضرب له تعظيم سلام، لان الانيروبيك بكتيريا يا شباب بتبقى دائما ابدا ريزيستنت بكتيريا. عارف ليه؟ لان لها نظام مختلف غذائي مختلف تماما، والميتابوليزم مختلف، ومش عايشه على الاكسجين، ولها انظمه مختلفه، ولها فيري سلو ريت اوف جروث،
بتنمو ببطء شديد جدا. فالمضاد الحيوي ما بيسلكش معاها، هو يسلك مع البكتيريا العاديه اه، انما الانيروب مختلفه في الميتابوليزم، مختلفه في في الجروث ريت بتاعها وفي حاجات كتير. فاما تسمع ان في مضاد حيوي رايح لانيروب البكتيريا تاخد بالك منه وتحط تحته خط وتعرف ان الممتحن عينه على دي لانه عارف ان دي مميزه فهتتسال فيها كويس. واحنا دلوقتي هنجيب سيرتها واحنا بنتكلم في اليوزز. يبقى ده تاني حاجه في السبيكترم. تالت حاجه في السبيكترم الكليندامايسين بيجيب حاجات بروتوزوا. بروتوزوا زي الماكروليت كده، بيجيب الملاريا مثلا لكنه مش فعال قوي، يعني نيفر فيرست تشويس، ما اقدرش استخدمه وانا مريت واحد. وبيجيب كمان التوكسوبلازما زي عيله الماكروليت، بس مش بكفاءه، يعني لا يمكن يستخدم لوحده، دايما نخلطه مع ادويه متخصصه. انما هو يساعد شويه في علاج الملاريا ويساعد في علاج التوكسوبلازما. هتلاقيني وانا بتكلم في الثيرابيوتيك يوزز ما بجيبلكش السيره دي لان مش هو بتاعها، يعني هو مش متخصص قوي، انما ماشي الحال ممكن يبقى له طيف على البروتوزوا البسيطه زي الملاريا والتوكسوبلازما وحاجات تانية كتير، حاجات شبهها يعني كده. السبيكترم هنطلع بقى الثيرابيوتيك يوزز بناء على السبيكترم ده كويس. نمسح بقى الكلام ده كده ونتكلم على الثيرابيوتيك يوزز بناء على المعلومات اللي احنا قلناها. اول حاجه في الثيرابيوتيك يوز بتاعت الكليندامايسين يا شباب اللي الممتحن حافظها وهيسالك فيها الدنتال انفكشن. دنتال اللي هي اسنان، التهابات الاسنان والخراج اللي بيحصل لما مثلا تلاقي واحد كتير جدا بيحصل لنا الحكايه دي، التهاب في السنه وعمل خراج وتلاقي البيشنت رايح للدكتور عشان الحكايه. طيب الدنتال انفكشن دي ليه بنستخدم لها كليندامايسين؟ ليه يعني؟ ليه يعني انا تقريبا اول مره اقول لك دنتال انفكشن؟ انا شرحت حاجات كتير ما جبتلكش سيره الدنتال انفكشن قبل كده، يعني شوف على البنسلين بجلاله اندرو الكيفالوسبور مر علينا الكلام ده اول مره نخصص لك ونقول لك حط خط تحت كلمه دنتال انفكشن. ولو انت اللي بتتفرج على الفيديو دلوقتي طالب في طب اسنان اعرف كويس ان انا بغششك دلوقتي، اعرف كويس انك لو جيت امتحان عندنا شفوي انا هسالك في الكليندامايسين. ليه؟ لان هو ده بتاع الدنتال انفكشن. ليه بقى يا شباب؟ ما كل حاجه لازم تقول ليه، يعني كل حاجه لازم تعمل لها جاستيفيكيشن والا تتحول العلم الى مكلمه، لازم كل حاجه تفسرها كده. ليه دنتال انفكشن؟ نمره واحد لان الدنتال انفكشن بتحصل تقريبا بنسبه اكتر من 90% بانيروبيك بكتيريا. بقك ده مليان انواع كتير من الانيروبيك بكتيريا، فالدنتال انفكشن غالبا الصديد اللي بيحصل ده غالبا بيبقى انيروب. وانا قلت لك الكليندامايسين بيجيب الانيروب اللي هو نص الانيروب اللي هو النص الجرام نيجاتيف. نمره اثنين انا لسه قايل لك انه بيحب جدا يروح للبون ويروح للجوينتس مش كده، بيحصل له سيلكتيف ديستريبيوشن. طيب ما هي الاسنان والجو والمنطقه دي ما هي بون، ما هي السنه والفك ده ما هو بون كله، يبقى دواء بيحب يروح للبون وهو اصلا متخصص بيجيب قطاع كبير من الجرام نيجاتيف بكتيريا او الانيروبيك بكتيريا، منطقي جدا تديه للدنتال انفكشن. نمره اثنين البون انفكشن والجوينتس نفس الكلام لسه قايلين اهو، لانه بيحب يروح للبون بهاي كونسنتريشن، ولان الاوستيومايلايتس دي الاوستيومايلايتس دي في كتير من الاحوال بتحصل بانيروبيك بكتيريا. ويا اخي لو هي كانت ميكسد انفكشن هتلاقي لما بتعمل كالتشر فيها بكتيريا كتير عامله مشكله من ضمنها الانيروب، فيبقى الكليندامايسين ده هيتحط من ضمن البروتوكول اللي بنعالج بيه الاوستيومايلايتس، ما تنساش دول. نمره ثلاثه اما تسمع عن اي دواء في الدنيا فيه كلمه توكسين، يعني توكسين برودكشن، اي مرض حصل عيان عنده انفكشن بسامثينج وهذا الانفكشن مصاحب له توكسين برودكشن مبهدل الجسم، حط في بالك انك هتستخدم الكليندامايسين مع البروتوكول اللي انت بتديه. هقول لك زي مين وادي لك مثال. توكسين مثلا زي لما بيجي لنا حاله مثلا انفكشن بستافيلوكوكاي، احيانا كده اللي على فكره الاستافيلوكوكاي دي جرام ايه؟ جرام بوزيتيف كويس؟ الاستافيلوكوكاي دي احيانا بتطلع اكزو توكسين يبهدل الدنيا يبهدل جسمك. تلاقي المريض اللي عنده استافيلوكوكاي انفكشن فجاه كده ضغط وطي وفجاه حصل له فيفر، هو طبعا عنده فيفر من انفكشن بس فجاه ضغط وطي وبدا يحصل له مالتي اورجان فيلير، يعني بدا تلاقي الكدني عنده الكدني ما بتشتغلش، الكرياتين عالي جدا، الليفر ما بيشتغلش، الدنيا ممكن يموت فيها الحكايه دي. الحركه دي او القصه دي والمشكله دي بيسموها العلماء في الكتب اسمها كده توكسيك شرطه شوك سندروم.
توكسيك شوك سندروم معناها ان الاستافيلوكوكاي طلعت اكزوتوكسين، والاكزوتوكسين ده بهدل الجسم كله والعالم ممكن يموت فيها. طب ليه بقى بندي كليندامايسين؟ بندي كليندامايسين عشان حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها، واحيانا بيجيبوها في امتحانات الزماله والمعادلات. التوكسين ده عباره عن ايه اللي طالع ده؟ عباره عن بروتين، كويس؟ ما هو التوكسين ده عباره عن بروتين في الاخر. طب والكليندامايسين؟ ما هو الكليندامايسين ده بيعمل انهبيشن للبروتين سينثيس على ال 50 اس ريبوزومال سابيون. هتقول لي الله، على كده بقى اي مرض فيه توكسين طالع انا ممكن ادي بقى اي دواء شغال على البروتين عشان يعمل انهبيشن للتوكسين، يعمل بلانتنج، يقفل التوكسين برودكشن. هقول لك صح، انت صح، مش شرط كليندامايسين، ممكن كليندامايسين وممكن جنتامايسين. جنتامايسين بتاعت امينو جلايكوزايد، واحد من الاثنين دول شود بي كونسيدرد ان ذا بروتوكول اوف ثيرابي. وانت بتعالج توكسيك شوك سندروم هتديني دواء متخصص يروح يموت البكتيريا دي، وعشان تقلل بقى البرودكشن بتاع التوكسين ده لازم تديني حاجه للبروتين ايه سنسز. ما انساش ابدا ان مره من المرات في امتحان الام ار سي بي اللي هو الزماله الانجليزيه، جه سؤال مره وكان السؤال ذكي جدا، جاب حاله توكسيك شوك سندروم وطلب من يعني في السؤال يا ترى بنعالجها ازاي. فكان اللي من ضمن الاختيارات جنتامايسين. على فكره الجنتامايسين ما هو نفس الكلام زي ما قلت لك، هيقلل التوكسين برودكشن لانه بيروح يقفل الريبوزوم. طيب فكان من ضمن الاجابات ايه؟ بنسل، انواع من البنسلين والكيفالوسبورين الاختيارات يعني، وجنتامايسين. فلقينا الطلبه كلهم معظمهم الناس حلوا اختاروا كيفالوسبورين، واختاروا الناس اختارت بنسعات مرض قوي حاجه على السيلول. فجه الممتحن قال لا، التوكسيك شوك سندروم طالما سمعت كلمه توكسين يبقى انا عايز دواء يشتغل على البروتين سينثيز. اذا لقيت كليندامايسين اختاره، مفيش عندك، وفي عندك جنتامايسين، يبقى ده الاجابه. طب ليه يا فندم؟ ما هو ليه مش بنسلين؟ ما البنسلين هيروح يموت البكتيريا، ولما البكتيريا تموت خلاص ما التوكسين راح. قام الممتحن قال له لا، ما هو انت لما تموت البكتيريا عن طريق انك تعمل ديستراكشن للسيل وول بالبنسلين، التوكسين اللي متحوش ده لما انت حضرتك تكسر لي السيل وول، التوكسين اللي متحوش جوه البكتيريا هتطلعه اكتر، يبقى انا عندي مشكله من التوكسين، وانت كمان هتيجي تزودها لانك كسرت السيل وول وطلعت لي التوكسين اللي متخزن. امال طب الحل؟ الحل انك تسيب البكتيريا بالسيل وول بتاعها، ما تجيش ناحيه السيل وول، ما تدمرليش السيل وول عشان التوكسين ما يطلعش. سيب البكتيريا، سيب السيل وول انتكت، واديني دواء يموت البكتيريا من غير ما يدمر السيل وول. ويستحسن تديني دواء زي ما قلت لك يروح زي الجنتامايسين مثلا كده، الجنتامايسين ده يروح ايه؟ يقفل التوكسين برودكشن. فلما تسمع مثلا عن في السؤال كده يقول لك ايه الشخص ده عنده جرام نيجاتيف سيبتيسيميا، جرام نيجاتيف سيبتيسيميا يعني بكتيريا جرام نيجاتيف ومطلعه توكسين، يبقى الجنتامايسين. استاذ ليه؟ لان الجنتامايسين متخصص على الجرام نيجاتيف، هيموتها وفي نفس الوقت هيمنع التوكسين برودكشن اللي انا شغال على البروتين سينثيسيس. طب عندي توكسيك شوك سندروم بستافيلوكوكاي اللي هي جرام بوزيتيف ومطلعه توكسين، بوزيتيف ومطلع توكسين، يبقى كليندامايسين. ليه؟ الكليندامايسين بيجيب الاستافيلوكوكاي وبيجيب الجرام بوزيتيف، وهو كمان شغال على البروتين سينثيسيس وبيمنع التوكسين برودكشن. اديني يا شباب بغششك اسئله كتير مهمه ممكن تيجي لك. قلنا كده ثلاث استخدامات لسه الرابع. لو عايز تعمم بقى نمره اربعه، قول اي انيروبيك انفكشن، اي انيروب، اي انيروب يعني مش لازم دول، انا خصصت لك الثلاثه دول وشرحتهم لك. انما اي انيروبيك مثلا لو الممتحن بوشنج يقول يعني اديني امثله للانيروبيك انفكشن، قول له يا دكتور يعني مثلا واحده ست بعد الولاده جالها ابدومينال انفكشن، ما هي دي غالبا انيروبيك. طيب واحد عمل جراحه في البطن مثلا وبعد الجراحه فوجئنا ان عنده بيريتونايتس، ما هو بعد الجراحه معناه ان حصل بيرفوريشن للانتستين. بيرفوريشن يعني المجاري اللي في الانتستين طلعت على البيرتونيال كافيتي وعملت ميكس انفكشن، وغالبا معظمها بيبقى انيروبيك، يبقى نستخدم كليندامايسين. حاجه زي الجاز جانجرين، الجاز جانجرين دي نوع من الامراض بيتعملوا حاجه اسمها كوليستريديم، والكوليستريديم دي بتعمل مشاكل من ضمنها بتعمل غرغرينه وبتعمل مشاكل كتير جدا، دي برضو انيروبيك. المهم ان انا ممكن اعد لك 20 مرض كله انيروبيك. طالما قلت انيروبيك انفكشن يبقى ايه؟ حط في بالك الدواء اللي كان مميز بحكايه اللي بيجيب الانيروب، صاحبنا الاليجانت اللي اسمه كليندامايسين. ندخل بقى على الادفيرس افكت اخر حاجه، والادفيرس افكت كلمتين صغيرين ومكرر، كلمه واحده ومكرره.
يعني انا شرحتها اكتر من مرة قبل كده، بس هفكرك بيها تاني لان انا عارف ان في منكم كتير ما بتديش الشابتر من اوله. وعلى فكرة يا شباب مهم جدا وانت بتذاكر الكيموثيرابي تاخد الشابتر من اوله، تاخد من اول يعني درس وانت ماشي كده، لان زي ما قلت لك المعلومات كلها مبنية على بعضها. تعال للادفيرس افكت. الادفيرس افكتس كلمة واحدة بس، شوف واحدة بس للكليندامايسين، بيعمل حاجة اسمها كوليستريديم ديفيسيل كولايتس، اللي هي بين قوسين جبت لك سيرتها، دي رابع مرة جبت لك سيرتها على فكرة، رابع مرة، اللي هي بين قوسين بيسموها سودو ممبرنس كولايتس. ايه بقى سودو ممبرنس كولايتس دي؟ دي بيعملها بنسبة على فكرة من 2 لـ20%، يعني حاجة غريبة جدا، يعني من كل 10 عيانين بياخدوا الكليندامايسين مثلا لفترات طويلة ممكن مع الوقت تلاقي جاله ضيارية وابدومينال بين، وممكن حالته تتدهور ويدخل المستشفى، وممكن كمان تبقى الحالة دي لايف ثريتنينج ممكن يموت فيها. افكرك باللي احنا قلناه 3 مرات ودي الرابعة، يعني كأني بشرح لرابع مرة. ادي الانتستين يا شباب، الانتستين عندنا عايش فيها انواع، طبعا اللي عارف القصة خلاص يكتفي ويقفل الفيديو بقى، انما اللي مش عارف هيكمل معانا. ادي الانتستين، الانتستين عايش فيها انواع من البكتيريا اسمها بكتيريا فلورا، الفلورا دي مئات الانواع وجرام بوزيتيف ونيجاتيف وايروب وانيروب كتير، بس غالبيتها ان ايروب البكتيريا، ان ايروب. كويس جميل. من ضمن البكتيريا اللي عايشه دي بكتيريا عنيفه جدا وشرسه جدا اسمها كوليستريديم ديفيسيل، من عيله الكوليستريديم. كويس، البكتيريا دي عنيفه جدا وبتطلع توكسين بتبهدلنا، بس ليه هي عايشه ساكته عندنا كلنا مش عامله مشاكل؟ لان هي عايشه في وسط 100 نوع بكتيريا، ال 100 نوع دول متوازنين، يعني خلاص عايشين كده في سلام مع بعض، بيعملوا انهيبيشن لبعض وفي توازن بينهم. جميل، سموهم يوستاتيك بالانس ما بين الانواع المختلفه وبعضها. لما انت حضرتك تيجي باي دواء مضاد حيوي مثلا تدي اورال لفترات طويله، المضاد الحيوي ده هيروح يموت كتير من البكتيريا فلورا ويسيب انواع زي الكوليستريديم. طيب هتعمل لنا مشكله في حاله الكليندامايسين. ليه عامل مشكله؟ هقول لك ليه عامل المشكله، جت منين يعني، ليه مميز بانه بيعمل المشكله دي تحديدا يعني. لان الكليندامايسين حضرتك بيروح يجيب الجرام بوزيتيف ايروب، مش كده؟ قطاع كبير. وبيجيب مين؟ الجرام نيجاتيف ان ايروب، بيجيب كل القطاعات دي او قطاع كبير منها، فكانه موت انواع كتير من الفلورا اللي في الانتستين. بس بيسيب مين؟ بيسيب الكوليستريديم ديفيسيل. ليه بقى بيسيبها؟ لان دي حضرتك هي ان ايروبيك بكتيريا. ما انت ممكن تقول لي ما هي ان ايروبيك يا دكتور، ما جابهاش ليه؟ ايوه لانها يا باشا جرام بوزيتيف، ما هياش جرام نيجاتيف. هو الكليندامايسين بيموت الان ايروبيك جرام نيجاتيف، ملوش دعوه بالان ايروبيك جرام بوزيتيف اللي هي الكوليستريديم ديفيسيل، كانه بيفضي الملعب للكوليستريديم ديفيسيل، بيقول لها اتفضلي يا فندم فضينا لك الملعب كله، موتنا 100 نوع من البكتيريا وسبنا لك الانتستين برطاعي فيها بقى زي ما انت عايزه. تقوم الكوليستريديم ديفيسيل بقى دي يحصل لها فليرنج اب وتبتدي تطلع توكسين رهيب جدا، التوكسين ده يعمل لك نيكروزز للميوكوزا. تلاقي الصوره اللي انا جايبها لك دي، الصوره دي بالمنظارها بالاندوسكوب، الباتشز البيضه دي في الكولون، الباتشز البيضه دي عباره عن حتت ميته من الكولون خلاص، من الميوكوزا، حتت ماتت من التوكسين اللي مطلعاه اللي ايه الكوليستريديم ديفيسيل. ومن هنا جه الاسم سودو ميمبرنس كولايتس ميمبرين، لان بيعتبروا ان البقعه الصفراء او البيضه دي زي الممبرين كده، دي مش ممبرين ولا حاجه، دي عباره عن اجزاء ماتت من الميوكوزا فتبان باللون الابيض ده، والعيان ده هيجيله سيفير دايريا وممكن الدايريا دي تبقى لايف ثريتنج ويدخل المستشفى. طيب لو ممتحن بقى بيكمل معاك يقول لك الحاله دي حصلت من الكليندامايسين هنعالجها بقى ازاي؟ قول له العيان ده ممكن ياخد مترونيدازول، مترونيدازول اورال لمده من 5 إلى 7 أيام عشان المترونيدازول يموت الكوليستريديم ديفيسيل دي. هيقول لك بس احيانا الكوليستريديم ديفيسيل بتبقى ريزيستنت، اقول له انقل على الدواء الثاني اللي احنا اتكلمنا عنه اللي اسمه الفانكومايسين. يعني اذا البكتيريا واخده مناعه من المترونيدازول او واخده ريزيستنس، غالبا مش هتكون واخده ريزيستنس من الفانكومايسين، فيبقى ده الفيرست تشويس والفانكومايسين هو السكند تشويس. ولازم تقول في الاجابه اورال، يعني لو في الاجابه بيقول لك هل اقدر ادي دول اي في،
قول لي بقى انت كده بتستعبط بقى. اي في ايه اذا كانت المشكله اصلا لوكال في الانتستين، اهي البكتيريا مبرطعه في الانتستين، يبقى انا لازم الدواء اللي اعالجه بيه هيكون اورال زي ما كان السبب اورال، يبقى برضه العلاج يكون حاجه اورال، ما ينفعش اي في. يبقى احنا كده يا شباب اتكلمنا على في الفيديو ده على العيله اللي اسمها لينكوزامايد اللي هو الدواء الصغير الشيك اللي اسمه كليندامايسين. لخصنا لك بقى الحاجات، وقلت لك ما تاخد بالك جدا من انه شغال على قطاع كبير من الانيروبيك بكتيريا، ده اللي بيخلينا نستخدمه في الدنتال انفكشن وفي البون انفكشن وفي الحالات اللي فيها انيروبيك انفكشن، واي حاله فيها توكسين برودكشن خد بالك برده من الكليندامايسين هيضاف للايه للريجيمن. اذا عمل ادفيرس افكت، الادفيرس افكت الرئيسي بتاعه اللي بيقترب من نسبه 20% هي كلمه سودو ممبر ناسكولايتس او كوليستريدال ديفيسيل كولايتس، وشرحناها وقلنا لك علاجها. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم بقى على العيله الكبيره اللي اسمها عيله التترا سايكلينز.